بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده يعني احنا سعداء ان ربنا اكرمنا بفضل الله سبحانه وتعالى ويسر الامر وعملنا المؤتمر السابع لقسم الصدر. تحيه كبيره للجهود المخلصه الدكتوره عزه رئيس القسم، الدكتور الاستاذ الدكتور نزار رئيس المؤتمر، وطبعا فريق العمل الدؤوب. ربنا دايما يبارك في جهودنا باذن الله تعالى ويسر الامر ويتقبل إخلاص الجميع بإذن الله تعالى إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبين. النهارده أتكلم على الـ اي بي جي انتربريتيشن ان بريف طبعا عشان التايم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. دول كده كام صورة لقيتهم عندنا، كان باخدهم الدكتور احمد فتحي ساعه ما يعني ظبطت العنايه اخر تظبيطه. ما شاء الله قد الا بالله، فضل الله سبحانه وتعالى، عندنا عنايتين كويسين جدا ما شاء الله، 14 سرير غير عنايه الاستقبال. يعني انا احسب المكان ده وشغال يعني كاحسن مكان موجود على مستوى الجمهوريه، يعني مش انحياز والله، كفايه بس ان الحمد لله رب العالمين. اوقات كتيره بنقضيها نقعد نتكلم على مرضى، المريض دخل امتى وطلع امتى وعمل ايه، يعني قدر الامكان في محاولات كويسه جدا ما شاء الله. طبعا الكلام ده كان وراء جهود كتير من سنين طويله لاخلاص اساتذتنا كلهم فضل الله سبحانه وتعالى، وكلهم بيكملوا ورا بعض. طبعا اللي بدا كل المنظومه الدكتور نزار على اساس ان هو اللي كان القائد من الاول، عمل كل بذره للعنايه وعنايه الاستقبال وفتح كل العنايات ما شاء الله قد الا بالله. الدكتور احمد فتحي كامل وراه، الدكتور عزه تبارك الله كللت كل الجهود دي بنظام محترم ساينتفك. اعتقد بفضل الله سبحانه وتعالى الامور بفضل الله احسن. طبعا هتكلم على الاي بي جي ورول بتاعه في الاي سي يو. طبعا هو ليها سيجنيفيكانت رول، لان احنا كلنا اول ما ندخل اي سي يو، كل اول ما نقف على اي سرير مريض بنشوف هو محطوط على ايه والاي بي جي بتاعه ايه. فبالتالي انا عندي ثلاث حاجات المفروض ان انا هدخلهم في بعض: كلينيكال بتاع البيشنت، الاكسجينيشن بتاعه اللي هو محطوط عليه، هل هو على روم اير ولا محطوط على اذر فنتلاتوري ميثود زي الاكسجين ثيرابي، سواء كان بنون فيزيف او انفيزيف او اكسجين ثيرابي عادي. الثلاث حاجات دول انا في وجودهم معايا بقدر اعمل انتربريتيشن للاي بي جي. لكن انتربريتيشن اوف اي بي جي مش مجرد ان انا بترجم ورقه، ما حدش بيقدر يعمل كده ابدا. انا ليه بعمل اي بي جي في العنايه؟ اولا السامبلنج مهم جدا، ان احنا نتجنب او افويد اكسسيف سامبلنج من غير اي داعي، دي حاجه مهمه جدا جدا. يعني هعملها ازاي؟ هعملها بان انا اخليني ماشي ورا الكلينيكال بتاع العيان، وده اللي هم اقروه في البيبرز لما بداوا يدوروا يا ترى روتين اي بي جي اكزامينشن كل يوم النايب صباح الخير يلا نعمل وش اي بي جي للعيانين كلهم ده صح؟ لكن قال لك لا، الاصح ان انا اعمل كلينيكال جادجمنت وابدا اخطاء، يعني اطلب الاي بي جي على حسب الكلينيكال بتاع كل مريض افضل. لان انا ممكن نص ساعه عملت اي بي جي للمرضى حصل كلينيكال سيتك اتغيرت فبدات ايه محتاج اي بي جي تاني. تمام. السامبلنج مهم جدا ان انا اسحب كويس، ان انا ما يبقاش فيه اير بابلز، ما يبقاش فيه ديلي اناليسيس. خلاص الحاجات دي مهمه جدا في ان انا اسحب الاي بي جي واحصل على نتائج كويسه. اول حاجه اعمل اسسمنت الاكسجينيشن بالاي بي جي. البارامترز بتاعت الاي بي جي كلنا عارفينها، هبدا اراجع هنشوف هنشوف ايه فيها. اول حاجه نعمل نشوف البشر بريشر اوف اكسجين والاكسجين ساتوريشن والبشر بريشر اوف كربون دايكسايد. تمام. الاكسجين تنشن احنا عارفين ان هو بيعتمد على ديزولف الاكسجين في البلازما، والميجر الاكسجين بيعتمد على الباوندد اكسجين تو هيموجلوبين. تمام. فهو بي كده الاي بي جي بيساعدني ان انا اعمل جادجمنت على الكلينيكال ستيت بتاعت البيشنت، وابدا اخد الديسيجنز على اساس الاي بي جي الجديد بعد ما انا حطيت السيتنج. الاساس في الاكسجينيشن في جزء مهم جدا، اول حاجه البشر بشر في اكسجين البي او 2، والجريدنج بتاع الهايبوكسيا من 80 ل 100 يعتبر نورمال، من 60 ل 79 مايلد هايبوكسيا، مودريت هايبوكسيا وسيفير هايبوكسيا.
بعمل الاسسمنت بالبي اف ريشيو اقل من 300 بتبقى اكيوت لانج انجري، واقل من 200 اكيوت ريسبيرتوري ستريس سندروم. طبعا الالفر اير كويشن والاي اي ريشيو من الحاجات المهمه جدا جدا واللي هندخل فيها بعد كده ان شاء الله، هنشوف على حسب الانتربريتيشن هيبقى ازاي. طبعا ده الالفر اير كويشن والشنت فراكشن والحساب بتاعها. الالفر اير كويشن انا بطلع منها الالفر اير، والالفر اير لما بطرح منه الارتيريال الارتيريال اكسجين بيديني الاي اي ريشيو، وهتكلم فيها في الانتربريتيشن. طيب الهايبوكسيميا لو الاكسجين عندي قليل ببدا ابص على الاي اي ريشيو. الاي اي ريشيو لو عندي نورمال بشوف السي او 2، ولو هو نورمال بشوف الاف اي او 2 بتاع البيشنت. لو الاي ريشيو عندي انكريزد بحط على 100% اكسجين، لو كوركتد بيبقى الفي كيو مس ماتش هو الميكانيزم اوف هايبوكسيا او الديفيوجن، لو نو كوركشن بيبقى في شنت. طيب لو في تايب 1 ريسبيتوري فيلير، طيب 1 ريسبيتوري فيلير بيبقى فيه هايبر كابنيا وهايبوكسيا. اهم حاجه عندي ببص على اول حاجه على الاي اي ريشيو، ده الالفيرو ارتيريال جريدينت. لو هي انكريزد بشوف هل الاكسجين كوركتابل، البي او 2 كوركتابل مع الاكسجين ولا لا. لو كوركتابل هيبقى فيه في كيو مس ماتش، لو نوت كوركتابل يبقى الميكانيزم اوف هايبوكسيا موستلي هتبقى شنط. طيب لو الاي ريشيو مش انكريزد ببص على يبقى اللو انسبايرد اكسجين هو الميكانيزم اوف هايبوكسيا او الهاي اتيتيود. الهايبر فنتيليشن برضو اهم حاجه عندي، لو السي او 2 بتاعي عالي ببص على اي ريشيو، لو كانت انكريزد يبقى في هايبر فنتيليشن مع اظهر ميكانيزم في هايبوكسيا، وده بيحصل في ديزيز كتير ما نلاقيش ميكانيزم واحد اوف هايبوكسيا. طبعا من الانديكيشن بتاع الاي بي جي ان انا ببص على الاسيد بيس بالانس. الاسيد بيس بالانس طبعا ببص على ارقام السي او 2 كالاسيد اتش سي او 3 والبي اتش. هقول دلوقتي الارقام بتاعتهم النورمال. ان انا بعمل مونيتورنج للفنتيلاتور ستيتس، ببص على البي سي او 2 وال بشوف فيه هايبر فنتيليشن والهايبر فنتيليشن. ايه علاقه الهايبر فنتيليشن والهايبر فنتيليشن بالسي او 2؟ الهايبر فنتيليشن بيعمل ووش للسي او 2، يعني هيعمل هايبو كابنيا، والهايبر فنتيليشن بيزود لي ايه السي او 2 برودكشن. فبالتالي البي او سي او 2 بيقول لي يديني فكره عن الفنتيلاتور ستيت بتاعه البيشنت. دي من الحاجات المهمه قوي اللي انا ابص على الاي بي جي، ان انا اعمل جادجمنت للكلينيكال ستيت بتاع البيشنت كلها، وابدا افكر ايه اللي ممكن يتغير في الفنتيلاتور ستيت بتاعته عشان يصلح الاي بي جي. طيب الكومبوننتس بتاع الاي بي جي، اول حاجه البي اتش. البي اتش نورمال 7.35 to 7.45. البشر بشرب اكسجين من 80 ل 100 according to age. الكربون دايوكسيد من 35 ل 45. اتش سي او 3 calculated من 22 ل 26 ملي مول، وساتوريشن اوف اكسجين اكثر من 95%. الحاجات دي هي دي اهم حاجه بص عليها غير بيز ديفيسيت. البيز ديفيسيت عباره عن الاماونت اوف سترونج اسيد اور بيز نيدد تو ريستور بلازما بي اتش تو 47 اللي هي النورمال فيجر بتاع البي اتش. طبعا اهم حاجه وعلاقه البي اتش بالبي اتش بي اتش سي او 3 والسي او 2 دي عباره عن حاجه اسمها هندرسون هيزلباخ ايكويشن. الهيدروجين ايونز دي بتعبر عن الاسيد كومبوننت في البلط. ليها معادله بسيطه خالص، والمعادله دي انا راح حفظتها. ببدا احسب بقى الاي بي جي ده، وهل هو كونسيستنت ولا انكونسيستنت، وهل اقدر انا اعمل انتربريتيشن ولا لا. الهيدروجين ايونز في البلط دي تساوي 24 في البي او سي او 2 على الاتش سي او 3، فبيبقى من خلال المعادله دي الاكسبكتد بي اتش تساوي 40 ناقص الدلتا اتش، والاكسبكتد هيدروجين بتساوي اوف بي اتش بتساوي 80 ناقص اللاست تو ديجيتس. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ده الجدول اللي انا بحسب عليه هل الاي بي جي ده اقدر اعلق عليه ولا لا، ودي علاقه البي اتش بالهيدروجين ايونز. تمام؟ يعني لاي فيجر من الفيجرز دي قدامها المفروض دي تبقى الهيدروجين ايونز ليها فيجر معين. انا بحسب الحساب ده ازاي؟
المفروض ان انا على اكوردنج تو الاكسبكتد بي اتش او الاكسبكتد هيدروجين بيساوي 80 ناقص ال 2 ديجيتس. يعني مثلا لو عندي الفيجر ده لو خدنا مثلا مثال 735 انقص 80 ناقص ال 35 يبقى المفروض ان الهيدروجين ايونز قدامي تبقى 45. تمام، لو انا الكلام ده حسبته وما لقيتش 45 لا يبقى في غلط في الاي بي جي وانا المفروض ان انا ايه ما علقش عليه. دي اول كده ستيب في الانتربريتيشن بتاعه الاي بي جي. طيب تاني ستيب ان انا ابص على البي اتش هل هي في اسيديميا ولا الكاليميا. اسيديميا اللي هي البي اتش بتقل عن 735 والالكاليميا بتزيد عن 745. دايما بنشوف البرايمري ديس اوردر بتاع البي اتش هل هو ريسبيراتوري ولا ولا ميتابوليك. يا ترى هعرف الكلام ده منين؟ هعرف الكلام ده ان انا ابص على بقيه البارامترز. لو البي اتش اسيدوتيك المفروض ان انا ابص على اتش سي او 3 والسي او 2. كنت جايب انا فيجر كده. لو انا عندي البي اتش اسيدوتيك تمام المفروض ان البي اتش بتبقى قليله اقل من 735 والسي او 2 بيعلى والاتش سي او 3 بيعلى معاه. لو السي او 2 والاتش سي او 3 في السيم دايركشن يبقى ده معناه ان البرايمري ايفنت ده ريسبيراتوري. طب لو كانوا عكس بعض يعني البي اتش بتقل والسي او 2 بيقل معاها والاتش والاتش سي او 3 بيقل معاها يبقى احنا كده ايه بنتكلم على ميتابوليك ايفنت مش ريسبيراتوري. والعكس برضو بالالكالوز نفس النظام. الكلام ده طبعا بيتعرف اكتر بالامثله. يعني مثلا انا عندي مثلا بيشنت سي او دي بدا يبقى اسيدوتيك البي اتش بتاعته قليله والسي او 2 عالي والاتش سي او 3 بدا يزيد يبقى هما السي او 2 والاتش سي او 3 في نفس الاتجاه يبقى كده عندي ريسبيراتوري ايفنت. لكن لو عندي ميتابوليك ايفنت هيبقى بدايه الكلام هتبقى ميتابوليك يعني اتش سي او 3 مثلا اتش سي او 3 بدا ينزل ينقص والسي او 2 بدا ان ريسبونس كومبنساتوري ليه يقل والبي اتش هلاقيها ايه هلاقيها بدات تقل مع الاتش سي او 3 القليل. طيب لو انا حبيت اشوف الديس اوردرز دي هل هي حصل كومبنسيشن ولا لا. يا ترى بيحصل كومبنسيشن ازاي؟ الاتش سي او 3 السي او 2 هو يعبر عن الاسيد الكومبوننت في المعادله بتاعه البلط والاتش سي او 3 بيعبر عن الالكالي. لو كان عندي ميتابوليك اسيدوزس فببدا اشوف هل كومبنسيشن حصل ولا لا. هيحصل ازاي كومبنسيشن؟ عندي ميتابوليك يبقى الاتش سي او 3 بدا يقل والسي او 2 هيعمل هو الكومبنسيشن كريسبيراتوري كومبنسيشن فهيبدا السي او 2 كاسيد هيبدا يقل على اساس ان هو ايه يعوض ايه الاسيديتي بتاعه البلط. فهنقول يا ترى هيقل بنسبه قد ايه واحسبها حصل كومبنسيشن ولا لا. البي سي او 2 بي سي او 2 بتساوي 1.5 في الاتش سي او 3 زائد 8 دي معادله الاسيدوزس الميتابوليك اسيدوزس. بالنسبه للريسبيراتوري احنا عندنا حاجه كده رول كنا حافظينه من زمان اللي هو التين رول دوت. لو الريسبيراتوري اسيدوزس المفروض كل 10 زياده في البي سي او 2 الاتش سي او 3 بيزيد واحد لو كانت في اكيوت ستيت. اما لو كانت كرونيك ستيت فبتزيد 4. البي اتش بتتاثر قوي في الاكيوت بتقل بنسبه 8% وال بالنسبه للكورونيك بتقل بنسبه 3%. بحسب انا هل حصل كومبنسيشن ولا لا. طيب ريسبيراتوري الكالوزس برضو في كل 10 بي سي او 2 بتقل الاتش سي او 3 بنسبه 2 والبي اتش بنسبه 8% برضو والكورونيك هيبقى اللو بتاعه من 10 ل 5. كده بالنسبه للريسبيراتوري. طيب بالنسبه للكالكوليشن اوف اناين جاب يا ترى انا امتى بحتاج ان انا احسب الاناين جاب؟ لو كان عندي ميتابوليك اسيدوس. ما هي الاناين جاب؟ الاناين جاب دي عباره عن الفرق ما بين الكاتيونز والايونز في البلاد والانيونز في البلاد. المفروض الفرق ده بيبقى عباره عن 12 من 12 او زائد او ناقص 2. طيب بحسبهم ازاي؟ اكبر عندي كاتيونز موجود اللي هو الصوديوم وبنقص منه اكبر عندي انيونز اللي هو الكلور والمفروض احسب الانين جاب. لو كان الانين جاب عندي عاليه او واطيه هبدا اترجم بقى ايه سبب الميتابوليك اسيدوزس.
الميتابوليك اسيدوزس لو كان هاي انايون جاب ميتابوليك اسيدوزس، فانا كده ايه بدات اقول ان اكتر الاسباب هتبقى الاتش سي او 3 ان هو اقل في البلاد. لو كان نون انايون جاب اسيدوزس فكده يبقى في انذر ميكانيزمز اللي هي ان ميجرد انيونز. تمام. الدلتا جاب بشوف بحسب بيها هل هو عندي اذر ميكسد كومبوننت دخل معايا، يعني في مشاكل ثانيه ان ميجرد، ولا هو الاتش سي او 3 بس اللي المشكله اللي عندي. اكزامبلز كده للانايون جاب، لو عندي اي بي جي 723 ده عباره عن اسيدوزس والسي او 2 بتاعه 17 وهي على اكسجين عالي قوي. تمام. وبدانا نحسب الصوديوم 123، الكلور 97، اتش سي او 3 7، والنيتروجين 119، والكرياتين 5، والالبوم 2. يبقى الانايون جاب بتاعت الحاله دي عباره عن صوديوم ناقص كلور ناقص اتش سي او 3 19. هل لو حبيت اعملها كوريكشن بالالبومين، كل البومين كل ما بينقص الالبومين بيأثر على الانايون جاب، بتقل الانايون جاب، فبحسبها بالانايون جاب زائد 2.5 في 4 ناقص الالبومين، يبقى كده الانايون جاب بتاعت 24 كده تبقى هاي انايون جاب. طب الدلتا جاب الاي بي جي ده مثلا، لو حسب بدات احسب الدلتا جاب، اكشوال جاب ناقص 12 زائد اتش سي او 3، النت ريزلت بتاعتي 14، الدلتا جاب اقل من 18، يبقى في اديشنال نون جاب ميتابوليك اسيدوز. طب انا لو حبيت اشوف الايتيولوجيز بتاعه الريسبيرت اسيدوزز، اير واي اوبستراكشن ودي اشهر حاجه عندنا في العنايه، الابر واللور اير واي اوبستراكشن، السي ان اس ديبريشن، السليب ديس اوردرز، نيورو ماسكولار امبيرمنت، والفنتراتوري ريستريكشن، طبعا الانكريز السي او 2 برودكشن. الايتيولوجيز بتاع الريسبيرتوري الكالوزز، سي ان اس ستيميوليشن والهايبوكسيميا والهايبوكسيا، لانج ديزيز او وجود الانيميا ولو اف اي او 2، ستيميوليشن اوف شيست ريسبتورز والدراجز والهرمونز والبريجنسي والانكوريكت ميكانيكال فنتريشن سيتنج. يا ترى ايه اسباب الميتابوليك الكالوزز؟ هايبوفوليميا طبعا، الكلود ديبليشن والجي اي تي لوس اوف هيدروجين والرينال لوس، هايبرفوليميا، الكلور اكسبانشن، وسيلكت اكسيولوجي اوف ميتابوليك اسيدوزز، اليفيتد انايون جاب طبعا باسبابه يوريميا والدايبيتس واللاكتيك اسيدوزز، والموست كوز اوف ميتابوليك اسيدوزز ويز ان اليفيتد انايون جاب frequent with osmolar gap, normal anion gap will have increase in في الكلور، هيبقى جي اي 2 لوس والرينال لوس والرينال تيوبرال ديزيز. دي الجدول ده مجمع الميكسد ديزيز اللي ممكن يحصل تمام ريسبيرتوري اسيدوزيس ويز ميتابوليك اسيدوزيس، لو البي اتش قليله والاتش سي او 3 برضه قل ما زادش مع زياده السي او 2 ممكن يحصل الكلام ده في السي او بي دي مع الكاردياك اريست، وده بيحصل في العنايه او الانتوكسيكيشن او مالتي اورجان فيلير. وريسبيراتوري الكالوزس ويز ميتابوليك الكالوزس ده ممكن يحصل مع السيروزس ويز دايوريتكس او بريجنسي ويز فوميتنج. وريسبيراتوري اسيدوزس ويز ميتابوليك الكالوزس السي او 2 السي او بي دي ويز دايوريتكس وفوميتنج. ريسبيراتوري الكالوزس ويز ميتابوليك اسيدوزس مع السيبسيز والسلسلات ان توكسيسيتي، ميتابوليك اسيدوزيس ويز ميتابوليك الكالوزيس مع اليوريميا او الكيت اسيدوزيس ويز فوميتنج. بس جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.